سكرتير الاتحاد الآسيوي في تلك الفترة كان كوريا كوري فعطوا الجائزة هاي في سبيل أنه إحنا كنا العراق ماخذي 5 جوائز أحسن لاعب شاب أحسن لاعب كبير الفريق المثالي أحسن فريق يلعب 60 دقيقة كرة قدم وهاي كلها في زمني أنا كنت أنا مدرب كابتن حكيم نعم في مصر بتتم مفاوضات حاليا مع حضرتك أنا أتصور لو تتصلون وكيل الأعمال أحسن لأن يعني هذا ما يريدني أحكي كابتن محمد محمد جابر كابتن محمد جابر على التليفون محمد الجندي محمد الجندي ابو الجندي معنا على التليفون اهلا وسهلا اهلا بيك يا فندم اهلا بحضرتك يا استاذ سهام ازيك يا استاذ محمد اهلا بحضرتك كابتن هاني واهلا بالاستاذ سهام واهلا بالكابتن حكيم في مصر تكلمنا عن المفاوضات اللي بتتم النهارده بحضور كابتن حكيم ايه المفاوضات اللي بتتم لقياده احد فرق الدوري الممتاز يا استاذ محمد والله الكابتن حكيم يا استاذ سهام انت حضرتك عارفه قيمته ومكانته في الكره العربيه والكره في كل الاماكن الاسيويه كل ما نقول اسم الكابتن حكيم نعم بنلاقي ترحاب فاحنا الحمد لله عندنا مفاوضات هنا في مصر وعندنا فرقه في السعوديه في مفاوضات معاها وفريق كمان في الامارات انتوا متجهين على الامارات كمان شويه ان شاء الله يوم 27 رايحين الامارات باذن الله بإذن الله. طبعا طيب. خبرات كبيره جدا جدا الكابتن حكيم غني عن التعريف واعتقد اي دوري هينضم او يكون موجود فيه الكابتن حكيم اكيد هيضيف اولا للفرقه اللي هيديرها فنيا وكمان هيضيف للدوري عامه لانه قيمه كبيره جدا وتاريخ كبير واكيد هيكون ليه بصمه في اي فرقه ان شاء الله ربنا يوفقه فيها باذن الله طبعا كابتن هاني الكابتن حكيم مشروع طبعا يعني مش مدرب بس كابتن حكيم مشروع ده اللي بنفتقده ساعات المدرب المشروع اللي ممكن يدي رؤية فنية لمجلس إدارة أنه يشتغل لمدة 3-4 سنين ويكون يعني مش هقولك يبني فرقة لكن يكون عنده استراتيجية طويلة الأجل ويوصل لهدفه يعني بخطوات ثابتة يعني. وده اللي مخلينا كمان بناء على كلام حضرتك أن احنا نفكر كويس في الاتجاه اللي المفروض ناخد فيه قرار أكيد أكيد يعني احنا قدامنا أكثر من حاجة هنا في مصر وبره مصر لا انا اريد بمصر محمد لا توديني لغير مكان هو بيريد بمصر يا استاذ محمد فبنتكلم عن اي نادي في مصر لا والله يا فندم مش عارف يعني مش عايز اقول لحضرتك اكتر والله اكتر من نادي بس المشكله ان انت عارفه ان ما ينفعش نقول اسامي اكيد احتراما للمدربين الفنيين لانه مفيش اتفاق نهائي يعني مجلس الاداره مفيش اتفاق نهائي يا استاذ محمد والله احنا يعني لحد دلوقتي مش قادرين ناخد القرار لان اكتر من 3 عروض في الدوري المصري وعرض في الدوري السعودي وعرض في الدوري الاماراتي بس احنا بنبي مصر يعني ان شاء الله طبعا كل التوفيق كل التوفيق ليك والكابتن حكيم لان الكابتن حكيم طبعا قيمه كبيره جدا واي طبعاً. مكان هيتواجد فيه اكيد هيكون اضافه للمكان واكيد اضافه للنادي طبعا يا كابتن هاني بنشكرك شكرا جزيلا العفو هي فرصه يا كابتن هاني انه اشكر الاخ محمد حقيقه يعني وانا من يعني خلينا نقول من حظي الكبير انه وكيل اعمالي مصري